السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسائل. طبعا بداية الحلقة أشكركم جميعا على الدعم الصراحة والمتابعة، وصراحة وجودكم جميل، والكومنتات والتعليقات والاقتراحات والآراء كله صراحة ما فيكم حيلة، وكفو عليكم وأحلى دعم من أحلى متابعين. وعندي شيء صغير ما خليكم تزعلون شوي، اللي هو انا اظني خلاص نحن شرفنا على نهايه السلسله هاي قريب، لازم نلعب لعبه جديده. دائما في قناه تعرفون لازم نلعب العاب جديده ونزيد سرعه اللعبه شويه، نلعب العاب جديده دائما لازم العاب جديده. اذا لحظه انا ابا شو ابا الحين ابا كل الناس شو طالبنا عمال مهندسين، ابا جاردز شويه زين، وابى ابني ان هذا شغال ممتاز. قطع الغيار ما ليش اخباره، قطع غيار ما عندي الاخبار، قال ما عندي قطع غيار اصلا. بحد يا ابني والله ساحبين سيفون على الدنيا اللي عندي غير والله صحيح. زين عندي هني ستار بورت، نحن تري ستار بورت ينبني هذا. شو لحظة كولونست شو بينا، خلنا نشوف اهم شي شو بينا الحين. يلعب دور كبير هذا كولونست شب يا انا ووركرز، هاي الازرق ووركرز الوحيدهم، يب ووركرز نبغى غيرهم. واحد من اسباب ان نبغى غيرهم هو واحد من اسباب اني انا قاعد اسوي الحين ستار بورت على كلام الكومنتات ديسنت ما عندنا قطع غيار، نبغى مهندسين لأن عندنا نفس مهندسين. خلنا نزيد نسبة هني، نبغى guards automatic شو بيعطينا. أنا أبغى guards ما أبغى medic، وأزيد engineers وأبغى biologist بعد، بس medic ما أبغى، خلي الguards على نسبة. في حد انضرب توه انفلع على مخه صح، بس عندنا حديد، شوفوا عندنا حديد عندنا، بس المشاغل ما قاعد تشتغل بسرعة كفاية. بس ليش؟ لأنه ما عندنا عمال. شو أخبار الأكل؟ أكل أخبار طيبة؟ لا تمام. الأكل 200 شو يا بلنا هذا تريد شيب باي، أتصور هي تريد شيب يا حبيبي. مسدس أبا تربين ما عندي وايد سبيرز ما ابا، بناخذ هذا. نحن شو عندنا زياده؟ عندنا وايد اكل، عندنا وايد هذا. خلنا ناخذ فلوسه كامل نشوف لحظه، فلوسه ما تكفيني خالص. انا عطل 300 اوريدي عيل، باخذ تربين 700 400 خيبه سبيرز، باخذ من ما بشي ثاني من انا ما ابا. هلا نزل فاليو اللي عندي لحظة 180 184 اوكي 180 باي 180. ليش ما اسوي ترق الوسخ ما عنده مكان. بنشل السبيرز ونحسبه، بنشل كم درهم. رجعت لواحد الحين توحكت انا. اوكي حرامي يعود. حرامي يعود 151 حتى لو نص، يعني النبيين بعد زين، النص احسن من وين هاي اللي بنو وينه والله بلا فنشهم حرامي عادي. ما حد يباله سبير الحين. المفروض انه يبدا يجينا انجينير شوي زين، اللي هو نبغى ناس تشتغل على المكاين اللي موجوده، عرفتوا جارد المكاين اللي موجوده يباله انجينيرز، هاي يباله مدكس. خلينا بعد من مدك طالبين نحن، بس الحين بيصير عندنا مطالين، واحد من هالصوب واحد من ذاك الصوب. بيجي عندنا زوار ما شفت الحين حد ينزل عندنا. اوكي الحين مو بنا، شكرا
شكرا خليل على المعلومات الرائعة. ما عندي زوار، خليكم عندك. أول كم بيولوجيست عندنا هنا؟ هاي مزروع كامل؟ أشك أنا، أشك إن هذا مزروع كامل. هي بالضبط، أنا حسيت إنه مش مزروع كامل. طماطم، يلا يا أبو طماطم، تعال تعال تعال. هذا ليش زعلان؟ خلنا نشوف شو المشكلة. رقاد، عندنا أكل ترى يكفي عالم، بس يبالنا كافتيريا ثانية. أو وين كافتيريا مالنا؟ نزيدها، ايش تسوي زيدها مكان أكل؟ يب، خلنا نبطئ زين شوي اللعبة. ميل ميكر، ميل ميكر، طاولة هنا ما تقعد، طاولة صغيرة تقعد، تلفزيون ثاني يقعد، ديكور، ووتر فونتين زين يستوي مكانه. نقدر نحط ووتر فونتين ثاني يستوي. نقدر نحط ديكور، لا نقدر نحط ديكور هني. نقدر نزيد شوي انتاج الاكل اساسا الاكل يكون بعد عندي اكثر. ابى اشوف زياده 100، شوف مليون زياده عادي. هذا كم؟ هذا 64 فريميا على الهاكم، 86 يا حبيبي على الستور. كيف يا حبيبي كيف مطيعين يبنون هذا يا حبيبي؟ كومبوننت شو بيلد اكس 4. انزل ان اذا نحن راح نكون نفس بينا. اوكي انا هذا وش ذا؟ جارد، وعندنا انجينير. هذا انجينير هي، وعندنا انجينير على الخريب. كان حصل حد يشغلنا ايا يسمون ربير مساكين. انزين حد يشغلنا هاي، نبى سبيرز وركشوب تشتغل، ونبى دبل سبيس وركشوب سيمي كوندكترز عندنا. طبعا اللي سمعتوه تو الليزر يشتغل يرصد النيازك حقنا. ايوه اشكرك على احسن التعاون. زين هذا اكسلنت. الحين نقدر نتري السفنتين على الاقل في نفس الوقت، معنا لو المطارين عند بعض احسن انا احس. بس لا اوكي 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 الحين بيكون زين يعني على الاقل زين. بس يبالنا من كل شيء الناس يعني، يبالنا حتى جارد، يبالنا هذا، يبالنا مكان يرقدون فيه بعد زياده. دور ابا احط دور، ابا دور دور هنا. هنا اذا حطيت بتوهق فيه. لا هنا ما بتوهق فيه 100%، بوصله في الاكسجين وبمد المستعمره من هنا وبروح. لحظه ما اعرف شو يعني اصلا، بس هذا الدور ما يسوي يشبك بشيء ثاني. خلاص ديد اند، نهايه ميته. ها شوف تريد، نبى بعد مسدس منك 124، نبى كل السبيرز اللي عندك 310، حتى فلوس ما بعطيك. تعال هات عندك فلوس، هات. ما عنده مكان يشل حبة. زين حبة اوكي 310، انا ارجع فلوسه. اوكي بالضبط 310 تريد، ممتاز. لان نحن بالجارز مالنا مسلحين تو من صدق اليوم، نحن نتري زوار طبعا. وقبل شوي تذكروا انتو هجموا علينا، لكن كنا نحن اقوى عنهم. اشو اخبار يعطيني ولا شو اللي هو؟ لحين ما فهمت انا هذاك شو يسوي ترى. انزين الحين يبالنا لحظه لازم نشوف شو هنا. لازم جارد جارد جارد. اوكي بس انا جارز، بس انا نعطي زيرو، روح في الانجينير والبيولوجيست النسبة الباقية هني. انزين هنا
الحين صديقنا هذا بدلون ولا ما بدلون؟ قاعد يبدلون لازيل سوري تريد، لان عندنا وايد، احنا اكثر وايد اكل عندنا، فكل ما يجيني تريد شبك قاعد اعطيه 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 اعطيه، مو مشكله بين مع فلوس ومع ترلز. بس للحين منهم ما حد جاب لي شو؟ لحظه محتاج ماي، انا احس ان الماي بيكون ازمه عالميه الحين. هذا قلنا بنبني على امتداد، لحظة هني ماي سويدو واحد احطيه، نوب لازم يكون هني امتداد عالمي هذا حق الماي. بس امن ترى، امن صراحة امن، حياس يبنون الدور ما هذا بس يبنونه. تعال انت تريتشب كلنا استغى سوري شي، انا بيولوجيست اوكي نايس، بس روح يرونك وايد تشب يا اخ. شنو هذا؟ نبا ساند ستورم ابروتشنج سون، حطينا قانون منع الخروج و... يا عمي خلهم خلهم ياكلوا شوي تبن، مو مشكله. سوينا وايد مخارج، كنت تقولوا مخارج مخارج مخارج، يعني كل شيء مخرج قاعدين نسويه. الاكسجين شو وضعه؟ 22% زين، خلنا نسوي الدور مها ابني، خلصنا. ايوه اشكرك الكونستراكشن بوت. زين حط فيه 7، هذا اللي متى ماله. خلهم عادي برايا، لا حد ما تبي غيره مو مشكلة. خلنا نطوف ساند ستورم ثانية، يحطون الدور مرة واحدة. انزين ابى احطي مجمع، المكان هذا كله عبارة عن ستور اوكي، اللي هو بيكون هنا. انا الدور يمين ويسار، يعني كل شيء كل حد بيمر من هالمكان هذا، يعني لو هذا المكان استوى فيه شيء بينعزلون الباقيين على العالم، يعني جبت العيد اوكي، واللي هو ممتاز. هذا شو كرونس تريدنج، هذا خلنا نفتك عن نستوك زايد. تعال اوه دريل بوت انستركشن، ما تحسب تدرل. لحظة الحين شو اخبار المسدسات عندي؟ ويت ويت ويت، شو اخبار الجاردز؟ كانوا الجاردز جاردز ارمد 10 بس عندهم اسلحة، ف محتاج اسلحة بعدنا. نبى هذا، نبى مسدس. اح شوف كيف تعبه، مو برمج لكل شيء، ما بيكفيني ومكان السفينة ما يكفي. ف كونستراكشن ولا جان كونستراكشن بوت، بنشل حبة من هنا نقص، وبنشل ديس جايز. لا لازم نحط فلوس لانه ما عنده مكان الهل سوي مع تريد. عندنا مسلحين كمية حلوة، لكن بعد يوم هذا بينبني ما بيكون كمية الكافية يعني. بس كونستراكشن بوت بيخدمني خدمة حلوة. اشوف بيولوجيست نزل، لا وركر ها. يب عندي وايد وركرز والله، بس ما قاعد يشغلون عندي شو المكاين. انا عندي مكاين بشغلها بدل وركرز، بقوم بحط لنا شو بيولوجيست اند انجينيرز 50-50 اوردز اورد. زين ونبقى كم من مدك 2-3 غير حق الكولوني، لان الاستاتكس يقول لي ها 2-3 مدك. كم مدك عندي؟ 9 اوكي، بيني كم تريد شب روح. ممتاز برستيج، شو برستيج تبغى؟ حد بنا هذا؟ حد فكر يسوي له سالفه؟ مرحبا بالضيوف، مرحبا. انزين الحين خلنا نحطي بايودوم، لان قاعدين نحن نشتغل على بايودوم. هذا هو بايودوم هنا اوكي. منو يانا تريد هذا ولا كرونس؟
نايس بيولوجيست اوكي. بنحطي عند البايودوم بروسينج بلانت مش بروسينج سوري كانتين. بنحطي بار زين وعند البار بنحطي مطعم فود كانتين هني وعند المطعم بنحطي بروسنج بنحطي فاكتوري ما بنعبي اظني على الاغلب الحين لانه ما له داعي وعند الفاكتوري بنحطي انا اشوف الحين شو الريسورسز كلها قاعد اصرفها مالتي دوم كبير بيكون موصول وعند الهبوط هذا بنحطي لنا دور زين بنحطي نقطة خروج قريبة الحين واحدة هني واحدة هني يبغالنا الحين بحطي واحدة هني شكلي بنحطي لنا ايرلوك سيستم هني عفوا اتوقع تبي يركب حطي لنا نقطة خروج هني بنحط ايرلوك ها ما يشبك في شيء الخايس هذا يشبك في شيء كان زين اوكي مبدئيا هذه الهم حلو لهذا السبب خلنا بعد construction boot زيادة بنحط عندهم بعد ووتر بس نحن الفارم اللي هنا اظن كان صغير مشروع صغير مش مشروع كبير الصراحة خلنا نحطي واحد عود بس بعيد ترى قام يستوي عنهم كل شيء بعيد قاعد احطيه يعني الحين بنحطي مش هذا باتري عود هذا ينشبك لنا هذا بس ممشى لا اكثر ولا اقل انزين ايوه يا نزوار خلنا نشوف مو محسن الرقاد هاي ولا اكل منو زوار اليونا انجينيرز وهذا ومدك سفينة عودة وبيولوجيست يونا نفزترز بعد زين الحين بنبني لكم لا تزعلون بنبني وايد بنبني له شوي سامان بس نبغى انجينيرز لازم انجينيرز از ماست يعني بس العيشه لازم تكفي ترى عندنا بيولوجيستيون ها مش زعلانين هذي اللي بعده لحظه يوا عصير كل والله في مطاعم عندي لين قلت بس المشكله في ستوك اكل بس ما قاعد يستهلكونه بسرعه الكافيه بس اذا اسوي ايرلوك سيستم هني بيكون مشروع ناجح لأنه بمد هذا مهني أنا بعدها مسكر المكان أصلا بكبره فخلنا نحطي هني وين توربين أوكي نحطي هني بيك باتري بحط باتري هني ما يستوي لازم الأصغر بنحطي لنا شوف منو يتريانا شو السالفة كفو الجارد والله ذبحها انترودر خايس تبدا لك خايسة خلنا نشوف اللي عندنا شغال ما عندنا انجينيرز بكنسل تو وركرز كامل بعد شو اسوي اكثر ليش ما في اكسجين هذا تبون بناء اوكي لا تبون بناء الحين بيرتفع مستوى الاكسجين يا حبيبي على الشغله وين نطلع الحين مجبورين نطلع من هالنقطه هاي اوتش مسكر مهني بنطلع هناك ونمتد في المريخ الامتداد المريخي لان هاي كلهم شغالين الحديد عندي ما عندي مشكله بكمورد حديد بس ابا الحين لازم امتد بالعكس ابا احطي سك بي احطي روبوتكس فاسيلتي عندي بس كان مشروع فاشل بالنسبه لي مشروع جدا فاشل على التيم سبيكر جماعه
انزين بنحط شو؟ انا اخبرك بنحط سكبي. زين اول شي بنهدم هذا، بنحط السكبي ولا اللاب، اي اللاب لان اللاب يشتغلون بعدين يروح السكبي. اوكي زين بعدين بنحط لنا سكبي هني، بنحط لنا بروسنت بلانت هني امتداد كامل هذا، بس الخروج وين؟ انا ما بحط من السلسلة لكن هاي على النهايات، اسأل شارفنا على النهايات ترى انا مش شو يانا خلينا نشوف نبا انجينيرز. ايوة تو انجينيرز وان مدك مدك كم مدك عنا الحين، لان عنا بي جديد نبا ثلاثة اربعة غير بيكون جاهزين العمال قبل البي لا يجهز. عنا كم مدك ليه وصل 13 14 بنسكر مدك جارز بس 19 10 بس وركرز كرونست 100 وشي بيولوجيست وركرز والله يبانا بعدنا بعدنا بنفتح مجال وركرز شوي. اوكي بنفتح مجال حق وركرز اوكي، لان هاي تريدنج شيب عندنا ثلاث مطارات الحين يعني مش واحد ولا اثنين. زين ما عنده شيء بس عنده مكان يشيل سامون من عندي، بشيل فلوسك وبشيل عندي ميديك سبلايز وايد، انا برجع شوي سامون. عطني درهم زي ما عندك اقول لك هلا عليك درهم بخشيش. حد قام يشغلهن لحظه البير بوتس، خلينا نحط واحد زيادة. هذا كارير بوت كونستراكشن بوت دريلر بوت. شو اخبار البوبيليشن مالنا بالاضافة الى ان بوتس ناين بوتس يبغى دريلر؟ لا لازم منو نزل يا عندنا انجينير. اوكي حلو قام يشتري عندنا شوي ناس زيادة. انزين هذا جهاز بايودوم، بنبدأ نرتب البايودوم. بس هذا ترى يستهلك وايد ووتر، وايد ما يستهلك شوي من الكال سبلايز ما يضر. بس سويت ستورج انا ما سويت ستورج، بيكون شوي بعيد مو مشكلة عادي، بس لازم دايفرسيتي في شو ولا تنوع في الاكل. هذا هنا شفتوا بيكفون بيكفون لانه لانه اوردي اول تيكن كير اوف. بالاضافه انه وايد بايودومز عندي، وايد ناس وركرز قاعد يجون وثلاث مطارات شي بالها ما اكثر. فود بروسنج بالها مطعم صح، حط لهم بارها شو كل الناس شبه الكبر خيبه. كم واحد ينزل على طول بيولوجيست حلو وايد اوكي وايد اوكي. هاي مشكلتي في الحياة هاي ترى، هاي المصنع الفاشل اللي ما حد قاعد يسوي فيه اي شيء. نسوي على الاقل الكاب مال سبيرس وروح وين ما تبون، بس لا ما يسوون وين يسوون. عجيب. يا انا هناك بعد خلنا نشوف شوي انا تريدنج شيب، انا اعطي تريد خفيف خفيف نفتك من ستوك الزايد. ايوه ابادر الاربوت ما عندي فلوس، خربيته كم سعره
ليش اللي عندنا بوت؟ ما ينفع، ما تكفي فلوسي حق الثنين. اذا تبي ارد شوي فلوس عندي، فلوس اهم اني اخليها هنا الحين، ترى فلوس عندي اهم اني اخليها، لان الفلوس شيء ما ياخذ مساحه، اي وقت يجيني اقدر اعطيه. بس الحين عنده شيء مهم، نفس ترى الاربط بابا، من الحكمه اخلي عندي هذا، لو عندي بالالف كان زين والله. بار اوكي، خلنا هذا اول بار نحطيه، حتى ماشين درينكس. ماشين درينكس انا ما اعرف ايش تهلك والله، تم صدق بالضبط، بس اتصور ان هذا والله اعلم المفروض اخليهم يستانسون او يسكرون، يعني واحد من اثنين، يعني انا ما اقدر اطمنهم ما يطلعون سكارة، يعني كيفهم هم نيتهم يعني. طاولة وقافي ما نبغى. اوكي منو يانا؟ لحظة لحظة، تعال تعال تعال، صبر صبر صبر، انت جاي بس ترقد وركر. وهذا هنا منو يانا؟ ما مبين احد هني، ليش ما يقدرون يجون؟ ادخلون زين، زحمة على الباب، شوف كيف زحمة. بس عندي بوابة ثانية، المفروض يعوض شوي. زين شو اخبار الاكل؟ قام ينقص؟ لا بعده. ابا كم تريد شب بس اطير من ال، خلنا نحط لنا بتاع الاكسجين بقى، يعني ما نسي احط الاكبر، لا حطي هاي. اخ اوتش اوتش، والله متعايز ابن دي شي، دبر اعماركم لين الصبح. اوتش، مرة واحدة اوت اوف باور. وين توربين؟ باور كولكتر، وين توربين؟ باور كولكتر، سيرو بنو. شو استوى مرة واحدة؟ ليش؟ انضرب شيء عندي. شو؟ شوف دام الاكسجين ما ينزل مستوى خطر، ترى ممكن يعيشونه. ما في هو، ما في هو. وايد اعتمد على الومب والتربين اكثر من اللازم، لدرجة ان الحين ما فيه هو، متلعوز انا. زين نبغى كونستراكتر وود، والله لازم كونستراكتر وود يا ام المصايب الاثنين. ها شو ما تريد تشب كبير هذا؟ شو كم مثل 120؟ تعال عندي بلاوي بفتك منها. تعال اوكي، اول شي اعطني كل الفلوس اللي عندك بعدين بتفاهم. بي شب صغير ويلعوزني كارير بوت. نبا مسدس، نبا لا، ليش ليش 30 بعد حبة. اوكي بيشيل مني ستوك حلو هذا، فنون ستار بورت الكبير، والله فنان كفو. زين عدم هذا، لا ما يسوى، بس بيشيل مني ستوك فنون، يعني ستوك ممتاز. كولونيز شيب شاي بلي، بايولوجيست بايولوجيست نفر. وين 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 وينو حبيبي؟ في باب قريب، نايس. سبيد فود كم ترانزمس؟ يعني خلينا نشوف شو يقول. سبيد بات هاز بين بيلت، وي ران اوت اوف سبيرز. انا اعرف لان انجينيرز ما بي، انجينيرز مالي مو بكفو، ما يشغلوا مكانك. لا
مسدسات مو عندي مثل عالم الناس، بس 10 مسلحين. نبا ازيد شوي سامان، بس شو ازيد؟ اني ازيد فيه لحظة. There is no risk thunderstorm on this plant. Requires pyramids. اوكي خلينا نحط لنا اهرامات. شو اسمي هاي الحلقة؟ الاهرامات يعني. والله ما يستحون. مشكلة ابا يبنون هل الحين محل قانون؟ عندي مليون شيء عم بري، عندي مليون شيء ينبني. ولا بيولوجيست عندي مثل عالم الناس، ولا بالساعة اللي نحاول نسمون. والحل ما في، هو ما في. والله باكلها قسم بالله شكلي بخرب المستعمرة كامل اليوم، شكلها حرقة الخراب. خلنا ناكل شوف شاية. خربانة خل خربها بزيادة. الباور والله بمد هنا عشان بسوي باور يا جماعة، بس ما حد يبني. عندي حديد. لحظة لازم كارير بوت. ما في هو، لو هو الحين كل المشاكل تنحل. هاي المدمرين ما في حد يصلحهم. يا حبيبي ودمرت المستعمرة خلاص ترى جيجا. كل مصادر الطاقة مالي خربانة. منتي ما عندي حد يصلحهم. وين الانجنيز؟ وين هذا؟ وين عالم عندهم بوابات عندهم؟ بس ذبحتنا اوت اوف باور. نعرف نبه هو دخيل امك. هذا نبه انت لا تقعد بنها، لا تقعد بنها بني هذاك. ما اقدر احط بريرت على هذا، لا ما اقدر. هاشو يا بلي تريدنج شيب. ما انا بمسدس كارير بوتات. وشل عني هذا واعطني فلوس. في مكان عندك حق شيء؟ ايه دام عندك مكان. ليش ما عندي شيء بيعه؟ شو السالفة؟ اظن اللي ما في باور الامام ما يطرش. اوكي 230 بالضبط. سويت راديو مو فلوس. فوركلاير از بين بيلت. الكورد ماله بسرعه يعني سوي كولكت باور. مو بحاكة كل شيء خربان. مو عندي سبير باور. عندي مليون انجينير ما حد قاعد يسوي لكم شيء. والله انه مستعمره خربان اقسم بالله. تعال فكر لو جينا هو الحين بيتعدل نصف الشغله هاي. خلنا نسوي اولويه على هذا بالتسلسل على اساس شوي شوي يجون بسرعه يبنونه. انجينير هذا مدك كم مدك عندنا؟ 28 بريجس عندنا. وركرز بالهبل عندنا مليون ستركتشر ما في هو. والحين انا المهبه استهلاكنا وايد عالي ترى، وانا ما انتبهت له. قعدت وايد اهتم في المباني وابني ووسع 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 من غير اهتمام فعلي في شو. الاكسجين قاعد ينزل. بيموتون 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 بيموتون. دخيلك هب يا هو. تعال يا هو تعال يا هو. قام يموتون يموتون يموتون. ماتوا. شو قاعد يطيحوا على طول؟ يموتون. والعطرة ماتوا. شوف كيف ينقصون. كان 110 الحين يا هو. خارع الهو خارع. شو يسوى في وفاة الشعب هذا كله؟ بس هاي نهاية الحلقة. ماتوا 31 خلاص. بتشوف الحلقة الجاية كيف بحل الموضوع أنا إذا قدرت أحله طبعاً، لأن أنا عندي إنتاج الكهرباء مزفت.
بنشوف اذا الحين بيصلحونه ولا ما بيصلحونه. نشوفكم في الحلقه ان شاء الله على خير، وسلسله على النهايات يعني، ما يمكن يكون في حلقه غير، يمكن ما يكون فيه. ف شكرا على الدعم الدائم المستمر. السلام عليكم ورحمه الله.